صحيح أستاذ جبريل، وهذا ما يحدث في كل بلد يحكمها الملالي. يعني إيران أيضا كانت إيران الثقافة والفنون والحضارة في أيام الشاه، انظر ماذا حصل لها اليوم. العراق عندما هيمن عليه الملالي ماذا حدث له، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في كل مكان تضع إيران يدها المسمومة يعني تسمم المياه والأجواء والأنفس وتملأها بالضغينة. يعني أكبر ما تصدره إيران ثلاثة أمور: تصدر الإرهاب، وتصدر المخدرات، وتصدر الفتن. ليس عندها غير هذه الصادرات والتي لم تفدها. يعني ما زالت إيران تعاني من العقوبات الاقتصادية ومن الكورونا ومن يعني حصار دولي عليها، ولا تزال تستمر لأنهم يؤمنوا بغيبيات ويؤمنوا بأساطير تجعلهم يواصلون هذه المسيرة. يعني لبنان للأسف الشديد كما ذكرت كان سويسرا الشرق، فأين انتهى عندما سمم أجواءه طيب خالد الإيرانيون؟ خالد، كيف نفسر هذا الصمت الحكومي المقيت حول ما يجري من تسميم شباب المملكة على مراحل كثيرة، وعبر صبر وعبر إحساس من المملكة بالأخوة والجوار مع لبنان، لكن اللبنانيون خاصة أصحاب القرار للأسف يعني في الأذن الأولى طين وفي الأذن الأخرى عجين لا حراك. ليتهم فقط لا يعلمون، كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. بل هم مشتركون في ذلك، لأن الحكومة مختطفة من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هو ذراع إيران. هم تجار المخدرات، هم تجار الحروب والإرهاب والقتل والتدمير. فماذا تنتظر منهم؟ الذي يستهين بأرواح الناس، لن يعني يحترم عقولها ولن يحترم صحتها. هم يستهينون حتى بصحة وعقول ودماء أهلهم وناسهم في لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، في كل مكان. وبالتالي يعني لا جدوى من التعامل مع هؤلاء أو الانتظار منهم أي صحوة ضمير أو أي صحوة عقل أو منطق. للأسف حكومة عون والحكومة الحالية المكلفة هي جزء من منظومة حكم منذ 2008، منذ خروج القمصان السود، منذ مقتل رفيق الحريري، وهم الذين يحكمون لبنان، وهم الذين يسيرون أعماله واقتصاده. ونرى كيف يعني ذهب اقتصاده إلى الحضيض، يعني سرقوا أموال الشعب. طيب. اليوم كنت أتكلم مع عائلة لبنانية، 2 مليون دولار في البنوك لا تستطيع أن تستعيدها. طيب، شكرا جزيلا إذن للكاتب السياسي الدكتور خالد باطرفي الذي كان معنا عبر الهاتف من جدة.